الإيغور. من هم الإيغور وما علاقتهم بالحكومة الصينية؟ تعالوا نحدثكم. هم قومية من آسيا الوسطى، يبلغ عددهم 11 مليون نسمة. كانوا يعيشون في دولة مستقلة تدعى تركستان الشرقية، احتلتها الصين عام 1949. يتحدثون اللغة الإيغورية التي ترجع أصولها إلى اللغة التركية، وغالبيتهم لا يجيدون اللغة الصينية. جميعهم من المسلمين السنة، يعيشون بفقر رغم أن مخزونهم النفطي ضخم جدا. ولكن كيف سيطرت عليهم الحكومة الصينية؟ بعد أن احتلت الصين تركستان الشرقية عام 1949، غيرت اسمها وأسمتها شينجيانغ، وعملت بعدها على نقل إقليمها الصيني إلى هذا الإقليم الجديد. فأصبح الإيغور بعدها شبه أقلية في وطنهم، يشكلون ما نسبته فقط 45%. هدمت الحكومة مساجدهم وأغلقت آلافاً منها، ومنعتهم من الصلاة والصوم وارتداء الحجاب، وأجبرتهم على الاحتفال بالأعياد الصينية وممارسة كافة طقوسهم، ومنها شرب الخمر وأكل لحم الخنزير حتى يثبتون اندماجهم للثقافة الصينية. وإلا ماذا؟ أتعلمون ما حكم من يثبت عليه عكس ذلك؟ الإرسال إلى معسكرات ضخمة تعتبر أكبر معسكرات عرفها التاريخ، أنشأتها الحكومة الصينية بحجة عدم التطرف، وأسمتها معسكرات إعادة التثقيف. تحتجزهم الحكومة فيها بحجة أنهم مجموعة من المتشددين والانفصاليين يثيرون الاضطرابات في المنطقة. بلغ عدد المعتقلين فيها نحو 1 مليون مسلم حسب الأمم المتحدة، ويؤخذ أبناءهم إلى دور أيتام تديرها الدولة. فماذا عن حال الذين هم خارج هذه المعتقلات؟ يخضعون لنظام مراقبة في الكاميرات توضع في منازلهم وشوارعهم ومطاعمهم وأماكن عملهم، ناهيك عن تقنيات التعرف إلى الوجه والصوت وبرامج التجسس الذين يجبرون على تحميلها في هواتفهم، وأخذ عينات من الحمض النووي لجميع الإيغور. ليس هذا فحسب، فقد عملت الحكومة الصينية على زرع شبكة من الجواسيس بينهم للوشاية بهم. فببساطة نستطيع القول أن هذا الإقليم أصبح مسرحاً لأشد العمليات الأمنية قمعاً في العالم، يجري كل ما يجري فيه وسط صمت عربي ودولي، وممن يتغنون بالحريات والديمقراطية.